عاد إلى البلاد وفد مجلس السيادة الانتقالي بقيادة الفريق أول محمد حمدان حميتي بعد التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ وبناء الثقة مع الحركات المسلحة في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا. وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي محمد الفكي سليمان عضو الوفد أن المفاوضات مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو ستبدأ في 14 من أكتوبر القادم، وأضاف أن هناك لجنة مشتركة ستعكف على وضع الجدول الزمني والقضايا التي ستدرج في العملية التفاوضية. وأكد الفكي التزام واستعداد الحكومة بتحقيق السلام الشامل في البلاد، وأشار إلى أن إعلان المبادئ الموقع تم فيه الاتفاق على جملة من المواضيع لتهيئة أجواء التفاوض. التقينا بوفد الجبهة الثورية والحركة الشعبية شمال السودان بقيادة الفريق عبد العزيز الحلو، اتفقنا على جملة أشياء لتهيئة الأجواء للتفاوض، شملت وقف العدائيات بما فيها وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية للإغاثة وإطلاق سراح الأسرى ورفع المحظورين السياسيين من الغوائم للدخول إلى السودان، واتفقنا أيضا على إرجاء تشكيل الحكومات والمجلس التشريعي حتى يكتمل عملية السلام، وكل هذه الأشياء لتهيئة الحوار. وأكدنا على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل في ظرف شهرين من بدء الحوار. سوف تستقبل مدينة جوبا التفاوض 14 أكتوبر الغادم، وقبل 14 أكتوبر هنالك لجنة مشتركة تعكف على وضع الجدول الزمني والقضايا التي سوف تدرج في العملية التفاوضية. الأجواء التي سادت المفاوضات كانت أجواء إيجابية جدا، وقد أكد على ذلك خطابات قيادات الجبهة الثورية والحركة الشعبية لشمال السودان، وهذه روح جديدة انتظمت البلاد بعد ثورة ديسمبر المجيدة. أكدنا نحن أيضا من الجانب الحكومي على ضرورة التوصل إلى السلام، ونحن مستعدون لدفع كامل استحقاقات السلام مهما كانت.